تعالى وبركاته. جلستنا اليوم راح تكون جلسة خاصة مع بطلة العالم العربي وإفريقيا الأستاذة مريم يزة التي جاءت إلى ورقلة، واغتنمنا الفرصة للحديث معها عن تألقها في الذاكرة خاصة. أولا إذا أردنا أن نقدم مريم يزة للمستمع الكريم في ورقلة خاصة ماذا نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. أولا شكرا لكم على الاستضافة على أمواج إذاعة ورقلة. إن شاء الله اللي نقدر نفيد أكبر شريحة ممكن من الشعب الورقلي المذياقلي. نشكره على هذا الاستضافة وعلى هذا التكريم اللي داروه لنا. أختكم في الله مريم يزة من ولاية باتما، خريجة هندسة زراعية من جامعة بسكرة، وخرجت سنة 2010 ودخلت مجال التنمية البشرية في سنة 2012 وتخصصت في مجال الذاكرة، وبعدها مباشرة الحمد كرمني ربي سبحانه أنه تحصلت على المركز الأول جزائريا وعربيا لسنتين متتاليتين سنة 2013 و2014، ومشاركة في بطولتين للعالم للذاكرة عام 2013 تحصلت فيها على المركز الثامن عالميا في سيف الإناث، وعام 2014 تحصلت على المركز الثامن عالميا أيضا في سيف الإناث، ولأول مرة في العالم الإسلامي أتحصل على أول شهادة من نوعها بشهادة ماستر. الإعلام العربي والإعلام الجزائري ساندك كثيرا عند نجاح خاصة في البطولة الأخيرة، كيف تنظرين الشاب الجزائري الذي يتابع خطواتك خاصة من يريد أن يتفوق في الذاكرة؟ أنا أشكر كل الشعب الجزائري اللي دعمني بدعائه سواء في البطولات المحلية العربية أو العالمية، وأنا أقول له أنه الذاكرة هذه شيء يستطيع الإنسان أنه يتمرن عليها ويمرنها بمرور الوقت ويقدر يوصل إلى أعلى مستويات التذكر، وهذه المستويات التذكر العالية راهي تترجم في كل جوانب الحياة سواء العلمية خاصة بالنسبة للطلبة، العملية بالنسبة للناس اللي يخدموا، وكذلك حتى الاجتماعية لأنها تفيد جدا في هذه الأمور. شفناك في القاهرة وأيضا تابعناك في الصين، رحلتين كيفاش كان؟ والله الحمد لله كانت من أروع الرحلات. صح مصر لم تساند نظر في المناخية لأنه باعتبار كان حر شديد في شرم الشيخ، لكن الحمد لله فاتت أحسن ما يكون. في الصين فاتت أروع، يعني بالنسبة لي هذه ثاني مشاركة لي دولية، وكنت حسيت روحي راني في أعلى مستويات الطاقة وأعلى مستويات العطاء تاعي. الحمد لله فاتت أروع ما يكون والحمد لله. هل هناك جزائريين أخرين أو جزائرية أخرين معك في هذه المسابقات؟ أنا الجزائرية الوحيدة فقط. حملت المسؤولية كاملة. الحمد لله، يعني أكرمني ربي الحمد لله، إن شاء الله دائما نكون بنفس المستوى ونرفع رؤوس الجزائريات المسلمات عاليا يا ربي. وشارك معايا زوج هم زملائي في مجال الذاكرة، الأخ الأول اللي هو من عين مليلة أمير هادي واعر، والثاني زميل اللي هو يحيى نصر الدين الرصين من ولاية تيارت، وراح معنا وفد مكون من مؤسس البطولة العربية للذاكرة اللي هو الدكتور رياض منصوشة، والمشرف العام على البطولة الدكتور صلاح الدين جيلح، ومحكم دولي من الدرجة الثانية الأستاذ لمين شالع. في هذه السنوات الأخيرة بدأ الحديث كثير عن الذاكرة وضعف الذاكرة، هل أصاب العالم العربي أو مرض حتى نتكلم عن الذاكرة؟ هل كان جدودنا أحسن منا ذاكرة؟ ما هو السبب الذي جعلنا يعني إعلاميا أسريا معلم في الإدارة في كل يقول لك هناك ضعف في الذاكرة، أين الخلل؟ الخلل هو في عدم استغلال قدرات كل واحد منا، حتى يعني سبحان الله، يعني أنا رح نحكي على عدة جوانب. الجانب الأول أنه رانا حاليا في عصر التكنولوجيا الإنسان تخلى عن قدراته بشكل تام، يعني يحتاج رقم هاتف مباشرة يرجع إلى الهاتف تاعه، ويعني بدون أنه ما يشغل ولا حتى جزء من حتى ولو خلية، لا
كذلك التكنولوجيا الحديثة يعني في الآلة الحاسبة، الطلبة يعني سبحان الله في الابتدائي تلاميذ ويشرطوا عليهم في قائمة أدوات الآلة الحاسبة. وهذا غير معقول. أنا أتذكر جيدا أنه كي كنت نقرأ في الابتدائي كان أستاذ قاسي جدا علينا، لو ما نحفظوش جدول الضرب فيدير لنا عقوبة زائد يضربنا حتى نحفظه باش يرضى علينا. اليوم ما كانش هذا الأسلوب تماما. كذلك ممكن الضغوطات على الحياة زادت بشكل كبير على كل الناس، انه خلاتهم يفكروا في الضغوطات وما خلاتهمش انهم يرتاحوا ويشوفوا الجانب العلمي والجانب الروحي والجانب الجسماني والجانب العقلي انهم باش يحسنوا هذه القدرات بشكل عام. طبعا انا كمواطن عادي او كشخص عادي، هل صحيح ان للذاكرة درجات؟ كان مثلا لما تجري اختبار معين قال انا ذكرتي 7 من 10، انت ذكرتك 6 من 10، هل مقياس للذاكرة موجود؟ اكيد هو موجود في البداية ومع التدريبات، انه ثاني تحسن المستويات. وكاينه نقطة انه مهمة في هذا السؤال بما انك طرحته، هناك عدة انواع للذاكرة، كاين الذاكرة الرقمية، كاين الذاكرة البصرية. راه كل شخص مبدع في شيء، كل واحد عنده ذكاء والذكاء تاعو يتجلى في جانب معين. نجم نقول هناك ذكاء خامل أو خامل، يعني لما نحب نحرك ونحرك. أكيد أكيد، والذاكرة هي نوع من هذه الذكاءات، أنه كيحب الإنسان أنه ينمي هذه القدرة يقدر ينميها ويخليها بمرور الوقت فهي تضمر وتزول، لأنها قدرة كأنها عضلة. يعني شخص لو يروح لقاعة الرياضة وينمي العضلة تاعه تكون ضامرة لكن بمرور الوقت تقوى، لكن لو يخليها مدة معينة فهي ترجع إلى الوضع الأصلي اللي هي ضعيفة. كذلك الذاكرة والذكاءات. بالنسبة هنا راح نحكي كذلك على موضوع الذكاءات، فهناك عدة أشخاص يتمتعون بأنواع كثيرة من الذكاءات، كاين الذكاء الرقمي، كاين الذكاء اللغوي، كاين الذكاء الكلامي، كاين الذكاء الروحي. يعني الإنسان ماشي بالضرورة أنه نحكم عليه إذا يعرف مادة الرياضيات والفيزياء فهو ذكي، إذا ما يعرفش فهو غير ذكي، لكن أنا لا أقول ذلك. هناك ذكاء لغوي، فبالتالي الإنسان أنه يصبح كاتب، يصبح شاعر، فمن الكتاب المعروفين العالمية ومشهورين بالذكاءات. كاين الذكاء الإبداعي مثل الرسامين، من أهم عباقرة القرن الماضي ليوناردو دافنشي، ليوناردو دافنشي النغمة ورسام، هو عبقري في نفس الوقت. إذا الإنسان ما يخليش روحه في دائرة ضيقة جدا، أنه في إطار إذا ما عرفش في الرياضيات ولا في الفيزياء فأنا لست ذكي. بالعكس، أنا أتمنى من كل الأولياء أن يشجعوا الأولاد تاعهم ويحفزوهم ويكتشفوا المواهب اللي موجودة عندهم، خاصة بالنسبة للأطفال الصغار. العالم العربي والعالم الإسلامي بخصوص مشهور بحفظ القرآن الكريم، يعني لما تشوفي المصحف الشريف تلقي يعني 114 سورة دائما، منهم من يحفظ هذه السورة على ظهر قلب، يعني بمجرد ما تعطيه ربع آية يكمل. كيف ينظر الغرب، وانت شاركت في بعض المسابقات الدولية، لمثل هذه الأدوات الحافظة في عقل العالم العربي والمسلم خاصة؟ شوف، احنا عندنا قدرات هائلة جدا، لكن الغرب للأسف شديد ما عندهمش ثقافة القرآن. لو جاء القرآن الكريم يحفظ في بطولة الذاكرة صدقني سنكون الأبطال، لكن للأسف الشديد ما كانش، فقط هم يركزون على 5 محاور أساسية، مقاييس اللي هي معيار الأرقام ومعيار الكلمات، معيار الأسماء والوجوه، معيار الصور، ومعيار الأوراق أو علب الذاكرة. لو جاء يعني معيار آخر للقرآن الكريم فسوف نكون أسياد الذاكرة. فعلا نحن أسياد الذاكرة، لأنه منذ القديم عندنا أعلام كانت مشهورة جدا. يعني لو كان الشافعي الآن رحمة الله عليه عايش وراح شارك في بطولة العالم الذاكرة، صدقني لا يلحقوا بين تريدمار ولا دومينيك أوبراين ولا يوناس فان إيزن ولا مريم إيزا أيضا. البعض يقول أن هذه الذاكرة وراثة، يعني أنا ما نعرفش ولدي يطلع ما يعرفش في وقتنا الحالي. طبعا شوف، أنا هنا يوجد شيئين. أنا راح ننطلق من الوضع اللي كنت أنا فيه. أنا كنت إنسانة عادية وطورت قدرة الذاكرة معي بالتدريب المستمر. ولا دليل على ذلك أنت كنت زراعية؟ أكيد درست هندسة زراعية. عادي جدا فقط دخلت هذا المجال، عجبني المجال، اهتميت فيه،
وبالتالي طورت القدرات تاعي. وهذا كذلك لا يمنعنا ان نقول انه قدر الانسان انه يتمتع بهذه القدرات بشكل فطري. الان نستسمحوك فقط رح نروحوا للامهات خاصه. بعض الامهات تشتكي في عصرنا الحالي وبحكم علاقتي مع كثير من المدارس والامهات والاولياء، يقول لك ابني السنوات الاولى الابتدائي كان ذاكرته ما شاء الله وكان يجي الاول، لما راح المتوسط السنوات الاولى لا باس، لكن بعد ذلك اصبح ما نقولش غبي لانه يبدو لي ما كانش مقياس غبي الا في مقاييس معينه، قالت لك ولدي ما اصبحش. هل حدث خلل في الذاكره؟ هل يمكن تصحيح الذاكره؟ انا لا اقول انه حدث خلل في الذاكره، بل حدث خلل ممكن في نفسية الطالب في حد ذاته، لأنه الطالب أنه تغير من مرحلة أنه طفل ولا مراهق، والمراهق عنده احتياجاته، فبالتالي الأولياء كما يتفهموش هذا الأمور وما يعرفوش يتعاملوا معاه أكيد يكون هناك ضغط على الطالب. ورانا نشوفوا يعني كما نقولوا الطلبة أنهم يخرجوا في سن مبكر عن الدراسة. ممكن الأولياء هنا والمشرفين التربويين في المؤسسات ما يعرفوش كيفاش يجذبوا الطالب أنه يحفزوه على الدراسة ويقولوا له بلي يجي وقت لاحق راح تخرج منه من الدراسة تكون بمرتبتك في المجتمع وراح تشتغل وتكون يعني مرموق اجتماعيا. فبالتالي أنا ما نقولش أنه قدراته اللي ضعفت، بالعكس أنه الإنسان لما كل ما يكبر كل ما قدراته تزيد، فقط بشرط واحد أنه يمرنها باستمرار ويسقل هذه القدرات. أنا أقول فقط أنه الطالب تغير يا إما عليه الوضع أو نفسيا تغير نفسيته أو هناك ظروف يعيشها داخل الأسرة أو في المدرسة عليها خلى العزوف يعني عن نبحث عن أشياء ربما كانت هي السبب في فقدانه للذاكرة وتراجع الذاكرة تاعه. أكيد البعض يعني العكس تماما، أنا نعرف آخرين يقول لك ولدي مثلا كان عكس ذلك تماما، كان عادي جدا وفجأة أصبح يعني ينظر للصبورة يفهم كل شيء، يعني أصبح ذاكرته قوية جدا، ما السر في ذلك؟ ممكن يكون السر أنه طالب الميول تاعه إلى الدراسة يعود زاد أكثر. وكذلك احنا كما قلت الآن قبل قليل أنه كل شخص عنده مجال ذكاء معين، يعني مش شرط نكون ذكي في كل شيء، في كل شيء قادر نكون عندي. هو كان مقياس الذكاءات قدر يدخل شخص عنده ذكاءات متعددة، ولكن الأغلب كل واحد وعطاه ربي في جهة، في جهة. ممكن الطالب كان ممكن لا يستوعب هذه المادة في البداية، لكن مرن روحه واجتهد بمرور الوقت أنه لقى أنه مهتم بهذا المجال أكثر، فبالتالي عاد نسبة الفهم تاعه تعود أكثر في تلك المادة أو مادة أخرى. البعض راه يسمع فينا مثلا، ما نقولش كله لكن البعض القليل فقط يقول هذا الشيء اللي راكم تتكلموا فيه على الذاكره وما الذاكره هذه امور لا وجود لها، هذه تحتاج الى عنايه خاصه وكذا، ولكن هذا العلم راكم تتكلموا عليه باستراتيجيه الذاكره وما الذاكره ما كانش. لماذا؟ ويعني فقط يعني شوفوا هي كنموذج، بعد قبل ما كنت انسانه عاديه واصبحت انسانه متفوقه في الذاكره. أنا أقول أنها استراتيجيات، الذاكرة تساعد بشكل كبير في ارتقاء مستوى تفكر الإنسان في كل مجالات الحياة. أيهما المراحل المليحة كما يقولوا، الابتدائي المتوسط أو الثانوي أو حتى الجامعة اللي تشوف الإنسان لازم يعاود حساباته ويبدأ يعتني بالذاكرة تاعه أو يدخل هذه المبادئ والاستراتيجيات في الذاكرة؟ هل تنصح الأمهات في الابتدائي تبدأ تتهلا في وليدها في المتوسط أو الثانوي أو حتى في الجامعة لهؤلاء الطلبة؟ أنا أقول أنه أحسن مرحلة أنه الإنسان يسقل القدرات تاعه باش كي يكبر يكون مرتاح هي مرحلة الابتدائي وما قبل الابتدائي في التحضيري. لأنه علاه؟ إحنا في علم النفس أنه الطفل هو قابل للتغيير، يعني لو تقول مثلا الطفل تشوف لي بنظرة يعني مكشر، فالطفل حتى وإذا ما كانش فإنه مباشرة يبدأ يبكي، أنه تغير لأي رد فعل قادر تقوم بها. فبالتالي هو كالعجينة نقدر نشكله كما بغيت، إذا بغيت ننمي القدرات تاعو منذ الصغر صدقني كي يكبر راح يكون عبقري
في كل مجالات الحياة، يعني هي أحسن مرحلة، وهذا يعني أنه إذا نميتها في مرحلة كما يقولوا الإكمالي أو الثانوي، هذا لا يعني أنه الإنسان راح يتطور، هو راح يتطور، لأنه رانا في مرحلة أطفال صغار بعدين مراقب رهم يعني يتغيروا، لكن الطفل هو أسهل التغير لأنه يتقبل الأفكار فقط في مرحلة التعلم، يتقبل يتقبل يتقبل، وبالتالي يكون عنده فيض من الإبداع ومن بعد يصير في نفس الخط. أكيد. الآن نروح ربما للأشياء واحدة أخرى في الجنوب. إحنا في الجنوب معروفين أننا مشكلتنا مع اللغات الأجنبية. أنت منذ قليل تحدثت عن بعض الطرق والأساليب الحديثة والجديدة لتعلم اللغات الأجنبية. أمهات رم يسمعوا فينا وأولياء وحتى أساتذة، هل ممكن إعادة هذه الطريقة ولو بصورة مبسطة؟ أكيد. مثلاً لدينا عجبتني فيش هذه تعفيش عجبتني تعلافيش يعني تعلم اللغات هو أمر بسيط، يعني القاعدة أنه نلقى رابط بين صورة الكلمة التي أريد حفظها والكلمة في حد ذاتها، ولكن هذه الكلمة باللغة الأجنبية لازم نديرها ربط باللغة العربية. مثلا لدينا كلمة كات في اللغة كات. تعني قطة كات. أنا باش نحفظ صورة القطة وكلمة كات أنها باللغة الإنجليزية، لازم نلقى كلمة في اللغة العربية فيها شوية من كلمة كات، أي أتخيل قطة تتشقلب وتعمل حركات، في كلمة حركات هناك كلمة كات. يعني أنا أربطت الآن بين صورة القطة والكلمة في حد ذاتها. يعني الهرخ لما أقول أي واحد ما اسم القطة بالإنجليزية يربط الحركة حركات يقول كات. كات. أنت قلت الكوكو تاب. كو هي بقرة. بقرة أيوة. نتخيل البقرة تأكل الكوكو، تخيلوها راهي تشرب في الأتاي وتأكل في الكوكو. إذا كوكو كو تعني كلمة بقرة. ويتم عملية الربط. ويتم عملية الربط. وهناك كتيبات يعني نلقاها في الإنترنت. رهيب، مثل هذه الكلمات الموجودة كات فيش كاو كامل رابط فوكس ماوس، هذا كامل نلقاها تحت عنوان كتاب تعلم كيف تتعلم 140 كلمة إنجليزية في مدة 10 دقائق بكل سهولة. بكل سهولة. أنا يعني في الطلبة توعي، يعني في أي محاضرة أو في أي دورة لما أقول لهم نحس البهجة هذيك تاع متعة الدراسة رجعت لهم بعد ما كانت كابوس طارد فيهم، لازم نحفظ هذه الكلمة لأن رانا نستعمل في أساليب لا يحبذها الدماغ. أنا كيف استعمل الأساليب اللي يحبها الدماغ تاعي الدراسة تولي متعة كبيرة.